ما هو تقويمكم للقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي اليوم، وماذا يمكن لهذا القرار أن يضيف لحل مشكلة الصحراء؟ أولا شكرا على الاستضافة. أود أن أقول كما قلتم أن القرار تم اليوم اعتماده بالإجماع، وهذا في الحقيقة رسالة قوية للمجتمع الدولي، لأن المغرب الآن يعتبر كدولة منخرطة في الحل السياسي حسب المحددات التي أقرها مجلس الأمن، وهي روح التوافق والواقعية للمضي إلى الأمام لإيجاد حل سياسي. القرار كذلك نص على على نداء لجميع الأطراف، خاصة الجزائر، فيما يخص الإحصاء اللاجئين الموجودين الآن في مخيم تندوف. كذلك استبعد القرار اليوم أي آلية متعلقة بمراقبة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، واعتبر أن الآليات الموجودة اليوم في المغرب وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي قادر بتحمل هذه المسؤولية في مراكزه في العيون والدخلة في أقاليم الجنوبية المغربية. كذلك نظرا للأوضاع الأمنية في الساحل والصحراء على إثر أزمة مالي، اعتبر أن مجلس الأمن اليوم أن هذا يطلب من جميع الأطراف أن تندرج بروح من المسؤولية في إيجاد الحل السياسي، وخاصة الدول المغاربية، لبناء فضاء يسوده الوفاق والاحترام المتبادل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المهم الآن يجب على جميع الأطراف أن تندرج في المسلسل السياسي، والمغرب كما تعلمون قدم مقترح الذي اعتبر من طرف مجلس الأمن له مصداقية وجدي، وهذا المقترح هو الحكم الذاتي اللي هو حل واقعي يمكن أن يساعد الأطراف لإيجاد حل سياسي. الآن كما تعلمون ضوجة الملك أساسي في وكذلك الأحزاب السياسية المغربية التي تريد أن 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 نصل إلى حل سياسي حول قضية الصحراء. هناك الآن اليوم آليات، هناك اليوم توجه من المجلس الأمن مبني على الواقعية والحل التوافقي لإيجاد هذا المشكل، حل مشكل الصحراء. وعلى كل حال المغرب سيبقى ملتزم بهذه المحددات المجلس الأمن، وسيبقى يبحث مع كل الأطراف لإيجاد هذا الحل السياسي الذي يأتي بالاستقرار في منطقتنا. ولكن طبعا كل عام نترقب صدور هذا القرار عن مجلس الأمن. هذا العام بالتحديد يبدو أن هناك سوء تنسيق حصل في مكان ما، ربما في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، أو لم تكونوا مطلعين على المقترح الأول الذي كان قدم لمشروع القرار. برأيك أين بدأت المشكلة؟ هل بدأت من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أم من وضعي القرار أنفسهم؟ في الحقيقة كما قلتم حقيقة فوجئنا بالمبادرات الأولية، لأن لا شيء الآن في المنطقة، يعني ليس هناك أي انهكاسات في حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية المغربية، لا شيء من عدم الاستقرار، يعني يبرر هذا المقترح الأول لحقوق الإنسان والمراقبة الدولية، لأن هناك آلية يعني مغربية تقوم بهذا الواجب. وممكن هناك في البداية سوء فهم أو سوء تنسيق، ولكن الأمور الآن عادت إلى مجاريها، والمجلس الأمن أخذ قرار بالتوافق حول إيجاد حل سياسي على الموضوع. ولكن يعني ربما بدأت هذه المقاربة من تقرير الأمين العام بان كيمون الذي كان أوصى بأن تشمل ولاية المينورسو مراقبة حقوق الإنسان. هل أنتم راضون عن هذا التقرير وعن أيضا التوصيات التي بنيت على تقرير الممثل الخاص للأمين العام كريستوفر روس؟ في الحقيقة نحن لنا رؤية مختلفة فيما يخص التقرير، لأن نحن منذ البداية ذهبنا مع المحددات التي أقرها المجلس الأمن، وكذلك تم الاتفاق عليها بين جلاله الملك محمد السادس وبان كيمون، لأن الواقعية وروح التوافق. وزار المبعوث الأممي كريستوفر روس المنطقة عدة من المرات، وأكد على أن مهمته سياسية ويجب أن يشتغل مع الأطراف لإيجاد حل سياسي. فوجئنا لأنه من إدخال هذا الموضوع ديال حقوق الإنسان، لأن كما قلت في البداية لا شيء الآن يبرر هذا الموضوع. ثانيا هذا سيضر بمسلسل السياسي، لأن نحن في إطار الفصل 6 من المنطقة الأمم المتحدة الذي يجب اتخاذ قرار بالتوافق وعدم إجبار الدول على قرار ما. فالآن كانت هناك بعد ممكن كما قلتم عدم التنسيق، الآن عادت الأمور إلى مجاريها الحقيقي، والمغرب سيبقى دائما ملتزم بقرارات المجلس الأمن والبحث مع كل الأطراف على حل سياسي. سؤالين أخيرين، هل سيؤثر هذا الأمر الذي بدأ من مقترح أمريكي على علاقتكم بالولايات المتحدة؟ هل ستعودون إلى إجراء المناورات التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة أم لا؟ فعلا الآن المناورات استؤنفت، العكس هو الصحيح. الآن علاقة بين المغرب والولايات المتحدة علاقة استراتيجية، لأنها حوار استراتيجي، لأن نحن الدولة العربية الوحيدة التي لها هذا الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، مبني على أربعة جوانب: الجانب السياسي والحوار السياسي، الجانب الاقتصادي من خلال الآليات الموجودة خاصة FTA اتفاقية التبادل الحر، والMCC Millennium Challenge Account. كذلك هناك حوار حول قضايا أمنية، لأن المغرب وأمريكا تتقاسم يعني قيم مشتركة ويعني منظور مشترك فيما يخص الأمن والاستقرار في العالم. ولكن هناك جانب مهم كذلك هو الحوار بين الحضارات و people to people، يعني تعاون بين الشعوب في مجالات مختلفة. 70.6 مليون دولار كأرباح للربع الثالث، هذا يشكل تراجع ب7% عن الربع الثاني من العام الجاري، ولكن نمو بأكثر من 20% عن الربع الثالث من العام 2010. كذلك نراقب ردة فعل المصرف على هذه النتائج. بالأمس ينهي الجلسة دون تغيير عند مستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا، نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. بذلك نراقب ردة فعل المصرف على هذه النتائج. بالأمس ينهي الجلسة دون تغيير عند مستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا، نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. بذلك نراقب ردة فعل المصرف على هذه النتائج. بالأمس ينهي الجلسة دون تغيير عند مستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا، نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. بذلك نراقب ردة فعل المصرف على هذه النتائج. بالأمس ينهي الجلسة دون تغيير عند مستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا، نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. وبذلك نراقب ردة فعل المصرف على هذه النتائج. بالأمس ينهي الجلسة دون تغيير عند مستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. بمستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. بوبيان إذا يبدو أنه صار في بعض الخلل. على كل حال الآن التفكير بكل موضوعات صباح العربية بهذا اليوم، وعادوا إلينا وإحنا بلشانين بشوية إيميلات لتصل إلى أكثر من 16 مليون دينار. على كل أنا أعود معكم تباعا لتحديث كل هذه الأرقام. أما الآن مجددا لصباح العربية مع محمد وراوية. اعذروني حطينا الكاميرا عليكم، كان في مشكلة شوي بالحزام. مش مشكلة، احنا بس كنا عمالنا بنقرأ إيميلات من بعض المشاهدين كانوا عم بوجهوا أسئلة للدكتور أنطوان وقتها. شكرا.